السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم تلاميذ سنة الثالثة من التعليم المتوسط. اليوم نحضر درس الإدارة الإلكترونية صفحة 97. يمكن تحضير نص الإدارة الإلكترونية. إذن بعد قراءة النص الإدارة الإلكترونية نعطيك مباشرة الفكرة العامة، وهي الإدارة الإلكترونية أحدث مدرسة تكنولوجية لهذا القرن، هدفها تقديم أفضل الخدمات وتعتمد على المعلومات والإنترنت. أما الأفكار الأساسية نقسمها حسب الفقرات الموجودة في النص، أن الفقرة الأولى، الفقرة الثانية، والفقرة الثالثة. إذن ثلاثة أفكار الأساسية الأولى للفقرة الأولى تتمثل في الإدارة الإلكترونية تغزو الإدارة التقليدية والقضاء على التسيير القديم. أما الفكرة الثانية للفقرة الثانية تتمثل في الفكرة الثانية هي الوظائف المتعددة التي تحققها الإدارة الإلكترونية عن طريق التشبيك. إذا نروحوا للفقرة الثالثة تتمثل في العناصر المكتوبة أو المكونة تتمثل في العناصر المكونة للإدارة الإلكترونية، اختصار الزمان والمكان. اذا نكتب الفكرة، العناصر المكونة للإدارة الإلكترونية في اي وقت ولحظة تميزها عن غيرها. اما المغزى والقيمة إذن المغزى العام يتجلى في الإخبار بالتغيرات العميقة التي أحدثتها تكنولوجية المعلومات في طريق عمل الإدارة، سواء كانت عامة أو خاصة. إذن هذا بالنسبة لي الأفكار والفكرة العامة وكذلك المغزى العام. أعطيكم بعض مفردات شرح مفردات. عندنا مفادها وهي أهدافها أو مضمونها، الارتقاء معناها التطور، التشبيك الإلكتروني المذكور في النص هو دفع التبادل والتكامل والعمل والتنسيق المشترك بين الإدارات عبر الإنترنت. لأن هذا بالنسبة لمفردات وشرح بعض الكلمات الموجودة في الإدارة الإلكترونية. إذا جاوبوا على السريع على أفهم وأناقش. إذا لماذا اعتبر الكاتب الإدارة الإلكترونية ثورة حقيقية؟ إذا اعتبرها ثورة حقيقية وهو في ذلك على حق، لأن هذا النوع من الإدارة يتخلى بشكل شبه كلي عن طرق العمل والتسيير القديمة، فلم يعد الإنسان مضطرا إلى أن ينتقل إلى مقر البلدية التي يقيم فيها من أجل استخراج نسخة من شهادة ميلاد، إذ يمكن أن يفعل ذلك بواسطة الإنترنت وهو ببيته، يعني هو في منزله، يعني لا يتنقل إلى البلدية. هنا ماذا تعني الإدارة الإلكترونية؟ يعني الإدارة الإلكترونية هي تسيير شؤون الإدارة
استعمال الوسائل التكنولوجية مثل الإنترنت؟ ما هي وظائف الإدارة التي تحققها الإدارة الإلكترونية؟ إذن هنا الوظائف الإدارة أو وظائف الإدارة التي تحققها الإدارة الإلكترونية هي نفسها التي كانت تحققها الإدارة التقليدية أو القديمة، لكن في وقت يكون قصير ومستخدمين أقل وكفاءة على أعلى ونوعية أحسن. يعني هنا تختلف الإدارة الإلكترونية على الإدارة التقليدية أو الإدارة القديمة. وما هي وظائف المؤسسات التي تحققها؟ إذن هنا وظائف المؤسسات التي تحققها يعني تميزها عن غيرها أنها تعتمد على الوسائل التكنولوجية التي تسمح لها بالعمل مع أطراف في أماكن بعيدة وعلى المباشر وفي أي وقت وفي أي لحظة، سواء كانت في الليل أو في النهار، حيث لا يجري التقيد بالوقت والمواعيد المكتبية الجامدة. هذا بالنسبة لي الإجابة على السؤال الرابع. أما السؤال الخامس، ما هي العناصر التي تمثلها الإدارة الإلكترونية؟ أعطيكم بعض المفردات، شرح مفردات. عندنا مفادها وهي أهدافها أو مضمونها، الارتقاء معناها التطور، التشبيك الإلكتروني المذكور في النص هو دفع التبادل والتكامل والعمل والتنسيق المشترك بين الإدارات عبر الإنترنت. يعني هذا بالنسبة لمفردات وشرح بعض الكلمات الموجودة في الإدارة الإلكترونية. إذا جاوبوا على السريع على أفهم وأناقش. السؤال الأول لأفهم وأناقش، لماذا اعتبر الكاتب الإدارة الإلكترونية ثورة حقيقية؟ إذا اعتبرها ثورة حقيقية لأن هذا النوع من الإدارة، يعني الإدارة الإلكترونية، يتخلى بشكل كلي أو بشبه كلي على أو عن طرق العمل والتسيير القديمة، فلم يعد الإنسان مضطرا إلى أن يتنقل إلى مقر البلدية التي يقوم فيها من استخراج نسخ من شهادة الميلاد، إذ يمكن أن يفعل ذلك بواسطة الإنترنت وهو في بيته. السؤال الثاني، ماذا تعني الإدارة الإلكترونية؟ إذن هنا الإدارة الإلكترونية هي تسيير شؤون الإدارة باستعمال وسائل التكنولوجية الحديثة، يعني مثل الإنترنت وغيرها. ما هي وظائف الإدارة التي تحققها الإدارة الإلكترونية؟ إذن الوظائف التي تحققها هي نفسها نفس الوظائف التي كانت تحققها الإدارة التقليدية أو القديمة، لكن هنا بالنسبة للإدارة الإلكترونية تكون في وقت أقصر ولها مستخدمين أقل، وكذلك تعتمد على كفاءة أعلى ونوعية أحسن. ما هي وظائف المؤسسات التي تحققها؟ إذن الوظائف المؤسسات التي تحققها موجودة في الفقرة الثانية. إذن هنا الوظائف هي كالإنتاج والتسويق والمالية والأفراد وتطوير المنتجات والخدمات بطريقة التشبيك الإلكتروني. كنا قد عرفنا التشبيك الإلكتروني. ما هي العناصر التي تمثلها الإدارة الإلكترونية؟ إذن العناصر التي تمثلها الإدارة الإلكترونية وكذلك تميزها عن غيرها هي أنها تعتمد على الوسائل التكنولوجية، بحيث تسمح لها العمل مع أطراف في أماكن بعيدة وعلى المباشر وفي أي وقت وفي أي لحظة، سواء كانت في الليل أو في النهار، وكذلك حيث لا يجري التقيد بالوقت والمواعيد المكتبية الجامدة. هذا بالنسبة لخامسة. نحن الآن إلى أقوم مكتسباتي. حدد أهم الجمل التي تراها أساسية في النص، بحيث لو حذفناها لم يعد للنص معنى. نروح للنص.
ونبحث على الجمل التي لو حذفناها. إذن المعنى هنا، المعنى لم يعد للنص أي معنى. إذن جملة أولى موجودة في الفقرة الأولى هي: يعتبر إدخال تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي والاتصالات ثورة حقيقية في عالم الإدارة، مفادها تحويل الأعمال والخدمات الإدارية التقليدية إلى أعمال وخدمات إلكترونية. إذن هذه الجملة لو حذفناها لا يصبح لي النص معنى أو يتغير معنى النص. كذلك عندنا في الفقرة الثانية الجملة: إن الإدارة الإلكترونية هي المدرسة إذن الأحدث في الإدارة. إذن هذه الجملة أيضا لو حذفناها يتغير معنى النص. كذلك في الفقرة الثالثة الجملة الأخيرة، إذن هنا الإدارة الإلكترونية، إذن الإدارة الإلكترونية هنا تعمل، إذن فهي إذن تعمل من خلال مؤسسات الشبكية والمؤسسات الذكية التي تعتمد على صناعة المعرفة. إذن هذه أيضا الجملة لو حذفناها تغير أو لا تجعل لنص أي معنى. أتذوق نصي، أعيد قراءة النص وأجيب عن أسئلة التالية: ما المغزى العام للنص؟ إذن كنا أعطيناه المغزى العام للنص مع الأفكار والفكرة العامة، إذن هذا هو المغزى العام. الإخبار بالتغيرات العميقة التي أحدثتها تكنولوجيا المعلومات في طريق عمل الإدارة سواء كانت عامة أو خاصة، إذن هذا هو المغزى العام المطلوب. ما هو نمط النص وما هي أهم مؤشراته؟ إذن نمط النص هنا إخباري تفسيري، من أهم مؤشراته تقديم بعض المصطلحات وبعض التعريف وبعض الشروح. إذن عندنا هنا تعريف النص، كذلك شروحات إلى آخره، هذه مؤشرات الإخباري التفسيري. ما أهم القيم التي حملها النص؟ القيم التي حملها النص هي قيم أخلاقية وإنسانية أيضا أو إنسانية كما نفس الشيء، ما عدا فيما يتعلق بالنجاعة والفاعلية والسرعة في إنجاز الأعمال باستخدام وسائل إلكترونية. يقول الكاتب هنا إن الإدارة الإلكترونية هي المدرسة الأحدث في الإدارة التي تقوم على استخدام الإنترنت وشبكات الأعمال في إنجاز وظائف الإدارة كالتخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة الإلكترونية ووظائف المؤسسات كالإنتاج والتسويق والمالية والأفراد وتطوير المنتوجات والخدمات بطريقة التشبيك الإلكتروني. ما هي الفكرة الأساسية لهذه الفقرة؟ الفكرة الأساسية لهذه الفقرة هي الإدارة الإلكترونية ثورة على الإدارة التقليدية. حدد العبارات الواردة في موضع التفسير. العبارات الموجودة في موضع التفسير عندنا مثلا: إن الإدارة الإلكترونية هي المدرسة الأحدث في الإدارة، إذن هنا شرح. عندنا أيضا وظائف المؤسسة كالإنتاج والتسويق إلى آخره، إلى حتى هنا
إذن هذا بالنسبة لي الشرح الموجود في النص. هل العبارة الثانية القيادة والرقابة الإلكترونية مربوطة بالعبارة الأولى التخطيط والتنظيم عن طريق حرف الوصل الواو؟ إذا نعم، العبارة هذه مربوطة وموصولة بما قبلها بحرف الواو. إذا هكذا نكون قد أنهينا هذه الأسئلة بالنسبة للإدارة الإلكترونية. تبقى لنا فقط أوظف تعليماتي، انتظروها في فيديو قصير قادم إن شاء الله. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة، وكذلك اشتركوا في قناتي الثانية تمريناتكم. إلى الملتقى، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.